ايوا كي دايرين كلشي مزيان؟ بطيطة قالت لكم مرة أخيرة توحشناكم الصراحة. احنا جينا. لا تقولوا ما جينا. كاو تاع اختي حنا نهضروا في الموضوع. سلمى مالك خاتي تجمع الناس. الحمد لله اختي الحمد لله. احنا غنقول لكم ونشرح لكم كلشي داكشي اللي طرا. دعائي توحشكم توحشك الخير وروح اختي. كتسمعونا مزيان كتشوفونا مزيان الصوره واضحه سلام سلام اختي اموركم بخير ريف جي اس ام ان شكرا اختي بزاف الحمد لله الوغ نبداو في الموضوع يطلع لايف شويه وغنبدا في الموضوع باش ما يتكررش باش اللي يدخل جديد ما يتكررش بزاف باش كل شيء يفهم وكل شيء يعرف شنو كان واقع امير الحمد لله اخويا الحمد لله سلمى توحشك الخير والربح هاجر حبيبتي حنا توحشناكم شريمر 7 انا حبيتكم شكرا اختي بزاف شكرا وجدان اسمع سلام كوكو راه وليتي كتخلع هدى الحمد لله اختي الله اختي منال غنعاود لكم اختي كلشي علاء الحمد لله خويا مهم ندخلو في الموضوع اوكي باش كلكم تعرفوا شنو كاين ادخل لي كومونتي عافاك باش ما نديروش ما شي نسالي ادخل لي كومونتي حتى نعاودوا لكم شنو كاين تنسالي ونقراو ومن بعد نقراو الموضوع ما فيه الناس اللي ما شافوش ويجا ما شافوش الفيديو من اوله واساسه شنو هو وشنو طرا وكيفاش الموضوع ما فيه كان عندنا واحد البورد دخلوا اليوتيوب ودخلوا جوجل غادي يبان لكم لوحة ديال ويجا اوكي وهذا الشيء حنا ثلاثة بينا كنا كنشوفوه غير في الافلام ما كناش كنطيقوا ابدا طوم سافرات لهولندا جابت لي داك البورد جابت لي كادو من شهر 11 جابت لي بقى تحت الناموسية ما عمرني قصته كلام فاضي هي جابت لي حتى هي كانت عارفة ان كلام فاضي غير لحقاش ما كيتباعش هنا في الخليج الواحد يبقى عنده ديك اللعبة المهم جابتها بقات عندي ديك النهار جالسين تنضحكوا مع شنو مشيت جبت انايا من تحت الناموسيه بان ليا قلت لهم شرايكم نلعبوها ما نلعبوها قالوا اه بصح اجي نجربوها حتى حنا موجودين قلنا اجي نجربو نشوفو هاد اللعبه كي دايره واش داكشي اللي كيوقع بصح ولا ماشي بصح حتى حنا بحالكم حتى حنا ملي كنشوفو شي واحد مصور فيديو شي فيلم شي حاجه تنقولو هادشي كذوب تنقولو ما يمكنش كي داير لا ولكن جربناها كنا غنلعبو اللعبه غير بيناتنا شوية جاتنا الفكرة قلنا اش رايكم نديرو فيديو ونصورو اللعبة من بعد قلنا لا خصنا نجربوها معاكم نجربوها لايف نشوفو اش غيطرا منها لا كانت كذوب راكم غتشوفو داكشي كذوب كان بصح راه غتشوفو داكشي بصح ومن زهرنا الناس اللي معانا اللي شافوا اللايف الاول راه بدينا وحطينا قدامكم خطوة 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 بدينا كلشي بدينا شغلنا الكاميرا هضرنا معاكم سولفنا معاكم حطينا يدنا فاش شعلنا الشمع فاش حطينا قدامكم فاش تطفى الشمع فاش 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 هذا اللايف الاول حنا ما توقعناش ان داكشي غيتحرك نهائيا وبقيتو معانا تخرجنا في الطوموبيل تندورو في الزناقي تعدل الفجر رجعنا ما نعسناش طلعت ما نعسناش قبل ما نكمل القصه وبلسان اللي تنضرب بلساني بحال كيهضروا بنات كاملين نفس الشيء شكرا لكم بزاف بزاف على الخوف ديالكم علينا الصراحه ما توقعناش غتخلعوا لينا بحال هكا لكن شكرا لكم بزاف ناس دخلوا في السناب تيعيطوا تيصيفطوا في الانستغرام تيصونيو واحد بالعكس حنا ماشي زعلانين بالعكس ميساجات بالليل يعني كميه هائله يعني بزاف ديال لي ميساج بالهبل شكرا لكم كاملين المهم
لعبنا احنا ما قلناش جود باي صافي بالخوف رمينا البورد رميتها نصف عندنا الضو وصافي رجعنا جلسنا بحال ما كاين والو وداكشي هو يرجع لي دخلنا دخلوا علينا الناس قالك ما يصير خاصكم ضروري تقولوا جود باي وحنا ما كانتش في بالنا واول حاجه سوري زينب واول حاجه احنا فاش لعبناها ما لعبناش بالقواعد ديالها حنا غير جينا حطينا البورد وبقينا كنخربوا حنا الحزه اللي هنايا ما عارفينش شنو هي قواعدها فاش الناس دخلوا علينا دابا غادا معكم ستيب باي ستيب خطوه بخطوه فاش حنايا سالينا ديك الليله ديال اللايف ديال الفيديو الاول دخلنا لنا ورجعنا للدار عاد بقاو كيصيفطوا لينا راه ما تقولوا جود باي كيفاش نقولوا جود باي لا وانتم اصلا كتلعبوها غلط خاصكم جود باي حنا كنا ما ديروش وما ديروش وقيله موسيقى والفيديو تركزوا اوفري البورد هذيك اللوحه مكتوبه فيها جود باي شنو درنا حنا دخلنا اليوتيوب بقينا كنشوفوا لي فيديو فيديو في امريكان في الدول برا في العرب الدراري اللي صيفطوا لنا ايمن ضروري خاص يقولنا شوفوا ايمن شنو دار جود باي جود باي ضروري يعني انا قلت ما قلنا كاملين ما غنعاودوهاش ولكن راه ماشي واحد اللي قالها راه الاف الناس ضروري جود باي اوكي واللي زاد اكثر باش دخلنا شفنا الفيديوهات ديال الناس على برا اي واحد لعبها ضروري كيقول لك خاصك ضروري جود باي بغيتي تفك قنعونا الناس باش خاص ضروري نقولوا حنا جود باي باش وفريمون اقسم بالله العظيم هذه ليله علي وحنا مش مجبورين نحلفوا ولا نبرروا لشي حد ما يمكنش غتغامروا كيفاش لعبنا ديك الليله ثاني نهار الصوت في الكوزينه مو طبيعي ما يمكنش داك الصوت باق ورا كتبقى ورا ثواني او دقيقه باق البالي هنا كامل واحد جوج ثلاثه غير البولات فرقعوا البولات تحرقوا طرطقوا لينا باقي لحد الان مطرطقين المهم قال لك جود باي ما جود باي تيصيفطوا لنا الناس ناس مجربين دخلوا علينا راه يمكن معانا تنحل نحلوا لي كومونتير وغادي غنطلعوا واحد بواحد المجربه والناس اللي صيفطوا لنا الله يجزاكم خير وحنا عارفين حنا درنا الغلط حنا غلطانين براسنا ما عارفين والو جلسنا كنخربقوا داكشي حضر اللي حضر لان شي ناس اوكي باش تنكمل عاد نرجعوا للناس شنو تيقول المهم قال لك ضروري جود باي جود باي لازم لنا اتفقنا قلنا نعاودوا اللعبه وهاد المصيبه هادي وهاد الصوت ما يمكنش وفوق هادشي كامل داك الصوت بحال دابا انت ناعس او انت ناعسه فوق النعاس طق راه ما غتفيقكش بلا هاد الطق اللي كتسمع كتسمعها حتى شي احتجاج قلبك تيدير لك هاه كتنوض معاها يعني ديك اللي غير داير بحال كتحس بشي واحد تيدوز لك من شي حاجه المهم شي حاجه شي واحد الشعور غريب المهم قال لك ضروري جود باي اتفقنا غادي نديرو لايف واحد اخر ونشوفو هاد جود باي قالك صافي دخلوا قولوا جود باي سمحوا لينا باش يمشيو بحالهم باش داكشي اللي حضرتو داكشي يمشي بحالو وصدر الموضوع كان هذا هو الاتفاق درنا اللايف الثاني راه قدامكم ما درناش فيديو درنا لايف لكن الكذوب راه غادي يبان جالسين بدينا كنقولوا لها قلنا شكون معانا قالوا لنا نفس السميه اللي السميه اللي خرجت المره الاولى لا ما تقولوش السميه نفس السميه ثاني شيء بقينا قلنا لها قلنا لهم عفاكم راه بغينا نقول لكم جود باي وسمحوا لينا وهذا كتمشي للنوم كتمشي للنوم داك السهم نو حنا مزاوجين عارف الوالدين سمحوا لنا الناس اللي جود باي باباش الناس اللي معانا راكم شفتوا بعينيكم ما غاديش نحلفوا لان احنا مش مجبورين وبزاف ديال لا اصلا وبزاف ديال الناس مجربينها وعارفين شنو كاين وراه دخلوا علينا لا ما يحتاج وغادي نوريكم لي ميساج باش تشوفوا شحال من واحد ومن وحده دخلوا كيقول لك حنا جربناها وهاش طرا وهاش طرا انتما ما تلاموا ما غتلاموش علاش لان حتى حنا باش كنا كنشوفوا ديك الفيديوهات مره كنقول هادشي لا او هادشي كاع تيطرا المهم حنا جالسين اول شيء اللي طرا لينا ضربه با لا بلاتي كيفاش حنا ترجعنا المهم في اللايف ما استجبوا ما كاينش تما استجابه غير نو نو جود باي نو من بعد وقفنا الفيديو حنا فاش كنا كنصوروا كنا كنعاودوا ثلاث ساعه صالات ومن بعد خلينا هاد التليفون اللي دايرين فيه دابا اللايف نخليه حدا لا توقع شي حاجه يكون شاد شنو كاين من بعد رجعنا كنشوفوا الفيديو كاين شي خيال ورا ظهر زينب شي حاجه هكا كتحرك حنا ما عرفناش شنو هي وحنا نرجعوا لايف كملي رجعنا لايف باش نوريكم ديك اللقطه راه الناس اللي معانا
كلهم حاضرين عارفين. تنقول لكم شوفوا شوفوا شنو طرا ومقربوا وشوفوا ما عرف شنو. حنا كنهضروا معاكم وكنوا سوري قطعت كلمتك. هادشي علاش وقع علينا حيت وقيلا حنا منين لعبناها ما بغاش تمشي لينا الجود باي صافي قلنا حنا قلنا جود باي وهزينا يدينا صافي ما بقاش نطول صافي ما قدرناش راه قلبنا صافي غير سكت في القواعد ديالها خاص شنو كم عمرك ما شنو حنا بغيناش نعطيهم ما نطولوش معاهم باش ما نتاداوش اكثر. طوم بغات تقول شحال في عمركم وهذا قلنا صافي صافي غنقول لهم جود باي ما بغاوش صافي قلنا لهم سمحوا لنا قطعنا انتهى الموضوع. فاش طلعنا كنوريوكم الفيديو احنا انا كنوريو كنوريكم هكا زوم عرفتم شوفوا كنوريكم قسما بالله ان تكمله الفيديو كان معاكم في اللايف كنسمعوا ضربه ما يمكنش هو راه خداو الناس المقاطع وشحال من صفحه هذه الضربه الاولى با عرفتي واحد الاحساس واحد الشعور ما يمكنش خطره ما يمكنش. ثاني حاجه رجع اللايف درنا لايف واحد اخر شعلنا القران قلت لهم دغيا دغيا شعلوا القران وحنا كنترعدوا وجهنا صفر وانتم شايفين كنا منسجمين يعني كنا معنا معكم مركزين مخلوعين انا تلفت انا ما عرفت راسي كاع دابا شنو داروا هما وكيف كيقولوا تسليم شنو داروا درنا القران يلاه تشعلوا حنا كنهضروا معاكم طفات التلفازه هي الاولى هي باش جيت انا بغيت ندور ستاند نوريكم التلفازه شوفوا الطفات شوفوا ما تطفاش الضو ديال الدار كامله في الاول مشاو القران هو الاول طفاوه باش جيت انا ندور ستاند هي فاش درنا درنا بحال هكا كنشوفوا التلفازه طفات حنا يلاه ديك الشوفه اللي طفات التلفازه كيمشي الضو كامل في الدار وانتم اللي كانوا في اللايف حاضرين شافوا كلشي راكم شفتوا كلشي بعينيكم اقسم بالله العظيم اللي مرت علينا ديك دابا اليوم الثالث ثلاث ايام كحله كنعسوا بالقران وكنفيقوا بالقران وفاش كنقولوا القران فاش كنديروا القران كنسمعوا الصداع طرطيق في الكوزينه لازم كيتسمع داك الصوت. حنايا ماشي كنكابروا كنقول لكم داكشي اللي درنا صح غلط لا اللي غلطنا حنا اللي غلطانين. انا مع الناس اللي مصيفطين دابا غنهضروا على الهضره ديال الناس شنو تيقول كاينين شي ناس قال لك تمثيل في تمثيل قال لك المكيف فاش شمال واش المكيف عباد الله مكيف فين واش شمال فين كانت بلاصتنا ماشي هي هذه الهيل شتي واخا نكون انا جالسه هنا والشمعه هنا ها هي هي سوف ما غطفاش راه ما غطفاش خاص سمعات الشمعه تكون لا وبعد مرات الشمعه تكون قدام وتدير لها هكا خاصك تصوف عليها ما كطفاش شحال من مره وانت كتصوف عليها. حنا راه ماشي اغبياء لان دابا بنادم كيف كتقولوا كتستحمروكم حاشا راه بنادم واعي قسما بالله الا ربي اللي عالم بحال اقسم بالله الا مرات علينا هذيك تعرفوا ديك اكفاس 3 ايام وحنا مازالين كنعانيو هذيك الساعه في الجحيم حنا 3 ايام في الجحيم وحنا مازالين كنعانيو البارح انا مشيت للدار عندي على اساس باش نعس على فكره شوفوا الزروقه فيا في الطوم رجليا كاملين مقرصين كاملين في الطوب انا ما فيهاش قرصه انا فيه بحال شي واحد ضربني بهكا بحال فاش وحتي تصلا بلي تبقاو صبعان لا تنوري لك وكاينين شي وحدين كيقول لك هذه في رجليا كيقول لك لا راه دايرين هادشي غير بالعاني تمثيل باش يديروا البوز راه ما يمكنش اخوتي واش انت مغامر براسك باغي تجيب الجنون ولا غادي تدير البوز بلاتي كاين اللي علينا باش يديروا البوز اول سوري حنا اول حاجه ثلاثه البنات الا كاين الا بغينا نديرو البوز راه اسهل منه ما كاين وانتم عارفين البنات شنو كيديروا الا بغاو يوصلوا حنا ماشي هدفنا هادشي حنا اول حاجه الكونسيبت ديالنا مقالب شنو دخلنا لهادشي غير حنا بغينا نتحداو ملي كاينه البورد كاينه خليه يجربوها بغينا نلعبوها معاكم راه كان في امكاننا نلعبوها بوحدنا عاد نجيو نعاودو لكم نقول لكم الا صدقات نقول لكم صدقات الا طرا راه كون جينا عاودنا لكم هادشي اللي طرا ما تيقوناش نتوما درنا وما تيقتوناش فاحنا حتى لو بغينا نمثلو راه غنحشمو من نفسنا نقولو حنايا واش معانا ناس بعقلهم ناس مثقفين ناس كبار إيه. واش حنا غنجيو وغنستحمروكم حاشا ما يمكنش ما يمكنش هادي ترى غنجيو نستحمرو واون بليس ماشي فيديو لايف اذا لا كان شي حاجه الواحد ما غايديرش لايف راه اكيد غيوقع شي غلط فاش كيمثل الواحد تيمثل فيديو تيعاود ويمسح ويدير ويقاد ويمونطي ويدير وهذا الصوت
حنا معاكم لايف هذه كاع حنا واعرين حنايا زعما فينا اجي نستحمروا بنادم حاشا والله حاشا علينا عيب اصلا غنحشموا حنا كيفاش غيكون موقفنا قدامكم لحنا يزما كنمثلوا كي غنكونوا اصلا واحد ما غيعرفش يمثل لايف حنا ماشي ممثلين حنا بعيدين كل البعد على التمثيل الواحد يجلس جالس حسكا وما كيضحك ما والو حنا بس قلنا نجربوا التجربه معكم لاول مره غنديروها كاين واحد الحاجه الناس اللي مانسيستين عليها تيقول لك اللي كانت لابسه المشجر على فطو كتقلب تحت الطبله واش عرفتوا علاش كنا كنقلبوا تحت الطبله ولا ما عرفتوش تليفونات ما حنا دايرين اللايف دايرينه بعيد وعندنا لتحت كنا طالقه لي كومونتير تليفونات لتحت فطوم كتشوف التليفون وكتطفيه قبل ما يطرى المشكل قالك اللي هذيك اللي لتحت تتقلب تحت الطبله شنو غنديروا تحت الطبله ما عارف ديري مغناطيس كيفاش هذا الناس اللي مجربينها راهم عارفين شنو كاين دابا غادي نحلوا لي كومونتير حنا قلنا شنو عندنا حنا لحد الان مازالين كنعانيو على فكره الموضوع راه للحين ما سلمناش منه الصوت في الكوزينه قسما بالله الا كيتسمع الصوت وكتكون ناعس بحال تيفيق شي حد تيقول لك نوض من بلاصتك دابا غنحلوا لي كومونتير واي واحد اي واحد كذب وعنده شي حاجه يطلع يقول لنا ومرحبا وما تجربوهاش هلو حنا رجعنا يلا خوتي اللي عنده شي حاجه أبيع. اللي عنده شي اراء شفتوا لي فيديو كاملين شفتوا الصوت اللي تضرب شفتوا الضو اللي ورا راسي واحد الدور هنا خليت اقرا لكم شفتوا الضو اللي فوق راسي شفتوا التلفازه وموراها الضو فاش تطفى شتو باش حنا معاكم لايف وطرقات البوله اللي فوق راسي ومن تقلبات الشمع التليكوموند كلها بزز باش حيدنا داك الشمع اللي تخوى على التليكوموند يعني الواحد اللي غيمثل ما غيديرش اوكي جميله اختي طلعي معانا باش تقولي لنا علاش تمثيل قالت لك تمثيل طلعي معايا سميتها جميله سناء بير 12 لا من لي كومونتير شكرا اختي الله يحفظك اختي جميله شنو إيمان قد تيقناكم شكرا وما إيمان شفناكم شكرا لكم كاملين على لكم على أنكم خفتوا علينا وسولتوا فينا شكرا لكم بزاف بزاف وداد 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 قلت لك أنا أنا كنت جربتها ما يمكنش يعني أختي أنت جربتيها قلت لك شنو وقع لينا منين تفضل منين تفضل أختي حتى واحد ما بغى يتشرج حتى واحد ما بغى يشوف عندنا كانت جراو راه واحد الشعور ما يمكنش كتحس بالحمق كامل واقع بلاتي نقولك عاتي بحال اش ملي كتكون كتفرج شي فيلم ديال الرعب وكتبغي تمشي للطواليت ولا كتبغي تمشي للكوزينه وكتقارد الباب بحال شي واحد جاي وراك داك كتحس شي واحد وراك شي واحد كاين غيجبدك من اللور بحال داكشي اللي حسينا به سهيل اختي حنايا كنحاول دابا اش نديرو القران يوميا تخرج الخدمه كيبقى القران خدام كنرشوا الملحه صافي بغينا داكشي يخرج حنا دابا بغينا طلعنا غير باش نقول لكم ونوضحوا لكم شنو طرا ياك وصافي وهذا الموضوع مع نفسنا غنحاولوا نقرعوا نفسنا ان ما كاين والو غنحاولوا نحيدوه من مخنا باش صافي نساو صارت خلعتوني داك النهار الحمد لله اللي داز ياسين حشومة عليك شي حد وراكم خويا حنا باقيين مخلوعين شكون الخوت اللي بغى يطلع ويعطينا وجهه نظره حنايا لا خرج عقلكم على خير الله زعما الله يستركم شاري مير 7 شكرا اختي حنايا والله ما تلاموا يعني ما عليكمش اللومه ايوا ما عليكمش اللومه ما لوموكمش اللي قال كذابات اللي قال تمثيل من حقه اللي قال اي كلمه من حقه لان احنا قبل منكم كنا كنشوفوا دوك لي فيديو سواء عرب مغاربه اجانب امريكان تنقولوا دوب دوب كيفاش الجن يجي يهضر معاك ويدير لك ويدير لك ولكن حنا جربناها من حقكم تقولوا اللي بغيتوا تقولوا وشوفوا كاع شتي نتوما اللي كتقولوا كذوب كذوب واخا كتقولوا كذوب ما غنقولوش لكم انكم سيروا شريوها وجربوها حيت فريمون لا
واخا تقولوا لنا كذوب نقدر نقول لكم لا سير شريها وجربها. لا ما تجربوش. لا ما غاديش نبغيها هادشي. ما تبغيش حتى حد. ما تبغيه حتى شي حد عدوك. وما تبغيش لان راه مازال كان يخرج لك بنادم راه تعرف كدير تفهم الضرب ويضرب وتخاف تلقى شي كلمة عندك شي تصرفيقات عواجي ولا تقع لك شي حاجة. ما حق الله الا باقي لحد الان. اميره قالت لك اويلي اش تمثيل كلشي باين خوفتونا. زين 45 انا هي زين ساره بدلت البلايص انا وسكينه اليوم. لا 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 حنون ما تجربيهاش. لا وياكم عافاكم لا ما تجربوهاش حيت حنا مشكلتنا باقيين طايحين فيها حتى لدابا. ما بغاش تمشي لينا ديك النهار الويجا الجود باي. يعني داك الشيء اللي حضر باقي ما بغاش يمشي. حبيبتي سلطانه ما ننصح حتى شي حد يلعبها ولا كان شي حتى يلعبها نوضو من الجلسه. ما تجلسوش معاه ما تقولوش فيه الفضول بحال اللي فينا حنا. لا بغيت نجرب لا بغيت نشوف. الا ومن حقكم انكم تقولوا علينا كذابين راه ما كنتلاموش حنايا. حتى حنا كنا كنكتبوا قبل الخوت اللي طرات شي مشكله اغين بغينا نطلعوه او اللي مكذبنا. وي سلطانه خصنا حتى شي واحد ما يجربها حيت ما كننصحوش بها. لحد الان حنا مادين قسما بالله وربي شهد علينا وندمنا علاش ما سمعناش الهضره. حيت فاش بغينا نلعبوها حطينا بوست وقلنا لهم غنلعبوا ويجا وكان قلنا لا 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 حنا راسنا يابس قلنا شنو غيطرى خلينا نجرب. تيقولوا كل ممنوع مرغوب. حنا العكس علاش شنو غيطرى كاع كنا غنجربوا نشوفوا ساعه جبنا في راسنا. الحمد لله حنا صافي. شي ناس قال لك شي وحدين قال لك قريت لي كومونتير هادو داروا البرانكات وما ما فهمتوش فيهم ما عرف شنو داروا ما طفروش. اول نقطه اول شيء على فكره حنا راه داخلين هذا الميدان هذا يلا شهرين باش تقول حنا راه حسستينا 10 سنين وما طفرناش. يلا شهرين باش دايرين انستغرام ودايرين يوتيوب تمام. كيف تكرمات فطوم كيف قالوا البنات ان احنا بغينا نديروا البوز كون بغينا نديروه راه حنا ثلاثه البنات بزاف د الحوايج ما نديرو الله اوكي راه ما غنديروش بهذا الفيديو ونغمروا براسنا وما عرفت شنو شفتوا وجهنا. رجعوا غير الفيديوهات وغتشوفوا وجهنا شعر مشكك حالتنا على وجه كصفر وخوات تنجرو في الزناقي ما يعني ما لخص ما عرف علاش ما التمثيل هذا وعلاش غنديروه الله اعلم. كون بغينا نمثلو كون نمثلو بزاف حنا تنبغيو التمثيل بحال ديك السلسله الشعبيه اللي درنا وهذا ونبقاو طالقين وضاحكين فهمتوا. قالك لا بغينا نديرو اش غندخلو من ورا الفيديو. دخلنا عليكم غير بالله شنو غندخلو شنو غيدخلنا ورا هذا الفيديو هذا اللي حطيناه. اللي باغي يدخل اللي باغي يطلع معانا راس الكلب اللي بغى يطلع معانا يكتب في لي كومونتير ويطلع معانا. ماشي هي في الصوره نو باز باز واقع اختي لعبنا ويجا ديال الجنون وخرجوا لينا. اوكي دابا نخليو اللايف حراك جواد ما يمكنش اخويا ما تخافش منهم راه ماشي نتايا غصبا عنك غتخاف منهم راه واحد الشعور واحد اللقطه وحنا كنلعبوا راه السخونيه عرفتي بحال اللي بحال الصاد بحال الصاد سخون تي حداك شعرتي تكون مخدم فران. سهى سعيد قالت لك اختي شنو جربتو جربنا اختي البورد ديال ويجا. المهم حنا كنشكركم كاملين اللي تيقتونا وسولتو فينا واللي ما تيقناش ما تلعبش ويجا. طلعي حياته بيلا قالت تحكي لنا قصتها معاه صيفط اختي ريكويست والله لا ربي اللي سترنا. والمشكل هو ان اغلبي باقي كيصيفطوا لنا تيقول لك الا ما قالش البورد جود باي لا يعني داك الشيء مازال معاكم. الحلم ما حلمناش شي حاجه انا عن نفسي ما حلمتش شي حاجه خايبه باش ما نكذبوش ونزيدو صيفط خويا ميزو طلعي من فني مشتاش سميتها عاودي صيفطي اختي عافاك اللي طرات لي المشكله مع هذه التوضيح للناس فقط.
البنت الرابعه ما كانتش اسماء ما كانتش نهار اول نهار لعبناها حيت كون كانت هي كانت غاطر معنا من الشرجم كل ما وافقاتش اول يوم ما كانتش ثاني يوم كانت لان خصنا ضروري نقولوا جود باي ما يعني ما كاينش الحل صافي تاخذي ريكويست شريناها آه من شريتها في الطوم من هولندا انا خديتها من امستردام اوكي ايوش ام احمد نتوما زدتو دابا نقصوا منه شويه قولي لنا اختي اعطينا قولي لنا عادي دابا والله ما غنتقلقوا من اي كومونتير خايب علاش لان من حقكم نفس ما قلنا لكم لان حنا ما كناش مصدقين قولي اختي وجهه نظرك وقولي رايك على الراس والعين قال لك ايمن خربقات لي حياته شنو هي قال لك ايمن فينا هو ايمن مكاينش لكاين شوفي فيش معنى ايمن اوكي خوت اللي طرات واش ايمن كاين في اللايف حنا ما بانش لينا فينا هما دوك الناس اللي صيفطوا ديك الكميه ديال الرسائل اللي طرات لهم قال لك عندكم تحرقوا قبل ما تقولوا جود باي ما غنحقوها اللي دار الذنب اللي دار الذنب يستاهل حنا غلطنا حنا ما تعرفين حنا مشينا لها بالدينا فحنا منتظرين دينا سبه لا باذن الله شوفوا حنا ما غنعمروش راسنا حنا اليوم اللي غنهضروا على هذا الموضوع وغنسدوا والقران ربي غيحمينا القران الصلاه في الوقت نقراو القران الاذكار الصباح والمساء وربي ان شاء الله غيهز علينا انا سمعنا شي حاجه ما غنبقاوش نبقاو نبرروها بشي حاجه ارى البرد ارى الريح راه شي حاجه حاجه سقطات شي حاجه كانت محطوطه عوجه طاحت ما نبقاوش نديرو راسنا في هادشي طلعت كاتي ريتا فايف لا غير لي كومونتير كتبت مش موجوده يا هذيك اللي دارها لي الكلب وكان سنين عاودي صيفطي اختي غير كاتي عندها شي قصه مع جنون شنو الفيديو ديال ايمن باش لاحها في الواد لا هاد اشرف هاد الصوت هذا غير ديال الطير لا يطير خليتيني كوكو لا ما تنسى شكون تنشوفوا اللي عنده شي حاجه بيبي فا حبايبي ما تجربوهاش وحنايا حطينا وكاين شي ناس يقول لك كيفاش تحط الفيديو في اليوتيوب حنا راه ماشي قتلونا الجنون وسلسلونا وطحنا عواجينا لا حنا الناس صيفطونا فيديوهات مصورين صوروهم وحدين خليتهم عند باش الناس ياخذوا عبره وما يقولوش حنا كذابين تيكتبوا شي وحدين عندهم شي اسئله وشي زعما هما الاذكياء